مرحبا أحبابي، كيفكن؟ اليوم بدنا نعمل مع بعض طريقة تحضير بسكويت حبات القهوة. بسكويت كتير كتير رائع وسهل بالتحضير بهيدا الشكل، مقرمش وكتير روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا ملعقة طعام ماي فاتر، حط فوقهم كمان ملعقة طعام نسكافيه. تابعنا النسكافيه، هلا بحطهم على جنب. كمان بحط نص كوب زيت نباتي، ربع كوب سكر بودرة، رشة كتير خفيفة ملح، وبحط شي بسيط فانيلا، ربع ملعقة صغيرة فانيلا تقريبا. بخلطهم منيح مع بعض. كمان بحط فوقن النسكافيه اللي نقعته أنا وياكن بالمي الفاترة، داب كل حبيبات النسكافيه. بخلطهم مع بعض. حط ربع كوب كاكاو، بنخل الكاكاو افضل عشان ما يكتل عنا. ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وبضيف كوب طحين. بنخلهم نفس الشي نفس الكاكاو عشان ما يكتل طحين معنا. خلطهم مع بعض. هلا بعجن بالايد افضل. هيدي العجينة المطلوبة، كل ما عجننا كل ما اشتدت عنا العجينة وتماسكت مع بعض بهيدا الشكل. شايفين بس نضغط عليها هيدا الشكل اللي بدنا اياه. بدي شكل انا وياكم العجينه، رح شكلها بهيدي الملعقه، ملعقه صغيره بعملها بهيدي الطريقه عشان يطلعوا الحبات كلهم متساويين نفس الحجم. شايفين كيف؟ بشيلها بضغط عليها. بس صارت بهيدا الشكل بعملها بهيدي الطريقة كمان لتصير بيضاوية شي بسيط بهيدا الشكل. شايفين كيف؟ بحطها على ورقة الزبدة. كمان نفس الشي رح اعمل وحدة تانية. هيدي الملعقة بتعطيني اياهم كلهم نفس الحجم. شيلها بضغط عليها شوي. شكل بيضاوي خفيف. لكفي الباقيين برجع بكفي انا وياكم. بعد ما شكلتهم بهيدا الشكل بعمل بالسكينة، بضغط بهيدي الطريقة بيصير عنا شكل حبة القهوة. بضغط شي بسيط على جميع الحبات، شي كتير بسيط.
هلا بحطهم بالثلاجة 10 دقايق. هولي بعد ما حطيتهم بالثلاجة 10 دقايق، هلا بدخلهم فرن حامي على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل، وقد ما فيني بنزلهم للأسفل عشان ما يحرق وجههم من الأعلى. هولي حبات القهوة اللي عملتهم أنا وياكم أخدوا بالفرن 9 دقايق. هيدا الشكل النهائي، حبات مقرمشين وكتير كتير روعة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.